السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه أن يتقبله منا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الأفاضل، هذه بعض أحكام صلاة العيد وما ينبغي للمسلم فعله في ذلك اليوم من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أولاً، يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب، فقد استحب ذلك طائفة من أهل العلم. وكان ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك يغتسل ويتطيب قبل أن يغدو إلى المصلى، واستحب بعض أهل العلم إزالة شعر الإبطين وتقليم الأظافر وإزالة ما ينبغي إزالته من الشعر. وثبت عن ابن عمر كما في سنن البيهقي أنه يلبس أحسن ثيابه للعيدين. قال ابن القيم رحمه الله: وكان له عليه الصلاة والسلام حلة يلبسها في العيدين وفي يوم الجمعة. ثانياً، يستحب له أن يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، ويأكلهن وترا، إما ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، لما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ثالثاً، يستحب له أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رابعاً، السنة أن تكون الصلاة في المصلى وليس المسجد، وهذا الثابت من فعل عليه الصلاة والسلام ومواظبته، كما رجح ذلك جمع من أهل العلم. خامساً، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العيد أو بعده نافلة، لما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى صلاة العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إذا كان سيصلي في المسجد فإنه إذا دخل يصلي ركعتين، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. سادساً، يستحب له إذا رجع من المصلى أن يصلي ركعتين، لما روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وحسن الحديث الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. سابعاً، يستحب له الجهر، يستحب له التكبير من غروب شمس ليلة العيد، وأوجبه بعض أهل العلم لقوله تعالى في آية الصيام في آخرها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويكبر من حين خروجه من بيته إلى أن يأتي إلى المصلى، ويستمر في التكبير إلى أن يأتي الإمام، وهذا التكبير مشروع باتفاق الأئمة الأربعة.
وروى ابن أبي شيبة أو روى الدارقطني عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته يكبر حتى يأتي إلى المصلى ثم يستمر في التكبير إلى أن يأتي الإمام. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب الجهر بهذا التكبير في المساجد والطرقات والأسواق وغيرها. ثامناً التأكيد على صلاة العيد، وذكر بعض المحققين من أهل العلم وجوبها وأنها فرض عين على الرجال والنساء لما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى. العواتق النساء البالغات، قالت يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى. تاسعاً التهنئة بالعيد، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. عاشراً وأخيراً يجب على المسلم الابتعاد عن المعاصي والذنوب، فأيام العيد أيام فرح وسرور وشكر لله جل وعلا على إتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما تيسر فيه من الأعمال الصالحة، والنعم تستقبل بالشكر وليس بالمعاصي. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وعاده الله علينا جميعا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.